السلام عليكم. وعليكم السلام، هل لي أن أساعدك؟ من فضلك، أريد تذكرة ذهاب وعودة من دبي إلى القاهرة يوم 2 يوليو، والعودة يوم 18 من أغسطس. حسناً، هل تريدين رحلة مباشرة أم غير مباشرة؟ أريد رحلة غير مباشرة لأنها أرخص. جيد، توجد رحلة غير مباشرة في الساعة 9:30 صباحا، ستغادر من مطار دبي الدولي وستصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة 8 مساء. وماذا عن رحلة العودة؟ رحلة العودة ستغادر مطار القاهرة الساعة 12 ظهرا وستصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 11:30 مساء. جيد، كم سعر هذه الرحلة؟ سعر هذه الرحلة 2500 درهم. حسنا، أريد أن أحجز هذه الرحلة من فضلك. عظيم، تفضلي، هذه تذكرة السفر. أتمنى لك رحلة سعيدة. شكرا لك.